مدير مصطفى من مدينة الدار البيضاء. أنا اليوم جيت مع الشركة ديالي اللي هي موني نشاركوا في هذه التظاهرة ديال 7 كاب في 4 إيديسيون ديالها. كيف ما كتشوف حنا شركة جاو لي جوا وجاو حتى لي سيبورتور باش يشجعونا، والحمد لله لومبيونس دازت زوينة. لعبنا ماتش ربحنا الأول، باقي لينا 4 الماتشات. خليها طارق، خليها طارق مزيان. Nawel, responsable commercial de Mouni. Et Madame Widad, responsable qualité Mouni. حنا باش كنشجعوا ليكيب ديالنا موني اللي مشارك في هذه لا كومبيتيسيون انترناسيونال. دونك اون اي لا بور سيبورتي لي مونيست وباش نخرجوا من لو سور ديال الخدمه اي تو دون لو كادر توجور ديال ليسبري دابارتونس. وكنتمنوا انهم يوصلوا بون اون اي لا بور سيبورتي فين ما فين ما وصلوا اون فا لي سيبورتي. السلام عليكم، معكم امين مخنطر، واحد من ليكيب ديال شركه موني. اول مره كنشاركوا في لا كومبيتيسيون انترناسيونال. الحمد لله تمكنا من الفوز في جوج مقابلات وتعادلنا في وحده، دونك حنا اوني كاليفي في الكاردو فينال. لورغانيزاسيون كانت مزيانه، هذه فرصه مزيانه للتعارف ما بين الشركات. تبارك الله علينا، حنا الماتش الاول وباقيين وحدين اخرين جايين ان شاء الله غادي نديو لا كوب الا بغى الله. وكيف ما كيقول لوغو ديالنا ديما ديما ضحكين. برافو لي مونيس.